هذه الحرب القاسية من بيوتنا، توجهنا من محافظة خان يونس إلى مدينة رفح، إلى أن خرجنا عبر حلبات مدينة رفح وأتينا إلى هذا المكان إلى مدينة الأيتام. فقدت من عائلتي أبي. فقد زوجي وأولادي، لكن حاولت أن أمارس وأوقف ثاني من رجلي على رجلي عشان خاطر بنت صغيرة اللي ضلت لأولادي اسمها حبيبة عمرها 3 سنوات. رجعت ثاني للتدريس لشغف الرياضيات وواجب الوطن والديني في تدريس الرياضيات لأنفع أبناء المخيم اللي هو جميعهم من الأيتام أبناء الشهداء.